طهران ستقدم مقترحاتها النهائية بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى الاتحاد الأوروبي. ما هي توقعاتك بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق بالنظر إلى بعض المؤشرات الإيجابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والمشاهدين الأعزاء. ما ستعلنه طهران هو ليس بنعم أو لا، هو في الحقيقة تدرس الآن طهران وتعتكف في مجلس الأمن القومي الأعلى برئاسة السيد رئيسي، وربما أنا وأكلمكم الآن ما زالت الجلسة يعني مستمرة، وعندما تنتهي الجلسة تعلن إيران رأيها في مجموعة المقترحات التي قدمها الممثل الأوروبي. فهناك التفاؤل حذر طبعا، ولكن تبقى العقبة الكأداء أخي العزيز هو موضوع وكالة الطاقة الذرية. وكالة الطاقة الذرية هي التي قامت بلعبة سياسية خبيثة وأخرجت وكالة الطاقة من حياديتها بسبب تصرفات السيد رافائيل غروسي، والتي تأثر بالرواية الصهيونية وتقرير مخابرات الموساد الإسرائيلية. والآن أمريكا تقول الكرة في الملعب الإيراني، نقول لهم لماذا يقولون عليكم أن ترفعوا التوجس والإشكالات وتجيبوا على الأسئلة التي طرحتها وكالة الطاقة الذرية. فنحن أجبنا أنه عام 2015 عندما وقعنا على الاتفاق النووي أجبنا على كل هذه الأسئلة، خصوصا هذه الأماكن الثلاثة التي أثارها مرة أخرى السيد رافائيل غروسي. إذا حلت هذه المشكلة، هناك طبعا يعني آمال كبيرة تعقد على مجموعة التفاهمات والاقتراحات التي كانت خلال الجولة الأخيرة خلال 5 أيام في فيينا. ما عدا ذلك ربما ستقدم إيران اقتراحات جديدة لتسهل عملية وتسريع التوصل للاتفاق كي لا ينهار الاتفاق النووي، لا من الطرف الأمريكي ولا من الطرف الإيراني. الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران، هل تتوقع أن تستجيب واشنطن إلى بقية المطالب؟ وأنت تحدثت عن عقبة مهمة وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني حتى موضوع الضمانات الآن نحن طلبنا منهم ضمانات مكتوبة على الورقة، هم يقولون ما زالوا يعني يكابرون أنه خلص عندما سيعدكم، عندما سيعلن إذا توصلنا إلى اتفاق سيعلن السيد جو بايدن بصورة شفوية. قلنا لهم هذا لا يجدي نفعا، يعني هذا يكون في الحقيقة كلام في الهواء، نحن نريد وثيقة كي نحتج بها غدا إذا أتى رئيس جمهورية آخر، أو إذا حتى أراد أن يخرج بايدن في آخر أيام ولايته فلتكن في إيران، يكون في يد إيران مستمسكا تستأنف في الحقيقة استمرارها بإجراء البنود والنفع الاقتصادي. نحن الآن نبحث عن النفع الاقتصادي، فهم أرادوا في الحقيقة أن يقللوا من مكاسب إيران فاخترعوا الآن هذه لعبة وكالة الطاقة الذرية. هل ترفض واشنطن تقديم وثيقة رسمية إلى طهران؟ لحد الآن مواثيق رسمية مكتوبة نعم، لا من الطرف الكونغرس الأمريكي، لأن يقولون هناك أغلبية جمهورية ربما تعارض، ولا حتى من طرف يعني الحكومة السيد بايدن، لا من وزارة الخارجية ولا من المجلس القومي الأعلى عندهم، ولا حتى السيد روبرت مالي يقول نحن لا نستطيع أن نعطيكم شيئا مكتوبا موثقا، وإنما نعدكم وعودا شفوية. أشكرك جزيلا الشكر الدبلوماسي السابق سيد هادي أفقاهي، كنت معنا مباشرة من طهران، شكرا جزيلا لك.